السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الدكتور سوس من نواحي جديد. أشكركم على المتابعة. المهم، الناس اللي كيسولوا على البين ماكس راه ما خداماش بالنسبة للناس الريتشار، وغادي ندير واحد المقارنة بين ستار كام والريتشار، نشوفوا واش خدامة ولا لا. يعني نشوفوا يعني اوروفيو مع فيزيون بروميم او فيزيون ار في اكس 99 اللي فيهم ستار، يعني اللي فيهم عفوا الريتشار، بما ان الريتشار كنا غادي معولين، يعني نتسناو الشركة دير لنا شي يعني شي تحديث. ولكن بالنسبة للبركان راه كاين الماتش هنايا كما كتشوفوا، نديرو انفو يعني كما كنشوفوا القناة اللي موالفين اللي كتعودنا بأن البين ماكس ديال فرنسا يعني دارت هنا بركان والزمالك، ولكن للاسف شركه فيزيون او شركه ريتشار اللي مكلفين بهذا السيرفور ما جاوش في الوقت المناسب اللي كانوا المغاربه بزاف باغين بان يتفرجوا. بالنسبه لنا السامسات وفيزيون، يعني بزاف ديال الاخوان كيسولوا على هاد القنوات باش يخدموا، ولكن للاسف ما خدامينش. دابا كاين الماتش ولكن والو. المهم دابا غادي نمشيو الاوروفيو ونشوفو، ما عرفت مازال ما جربتو حتى هو واش خدام ولا لا، يعني نجربوه من بعد. دابا ريتشار ما كاين والو، وغادي نشوفو ستار كام. دابا اذا غنشوفو ستار كام، شوفو الاوروفيو راه ما ورا راه خدام. اذا الاخوان غادي نمشيو لستار كام. بالنسبه للناس ديال ستار كام اللي ما خدامش عندهم بين سبور ماكس او بين سبور، يعني كاملين راه خدامين هادو. بالنسبه للماكس غادي نشوفو الماتش ديال بركان واش كاين ولا لا. اي كاين، راكم كتشوفو ها هو هنايا، هذا هو الماتش، هو بركان. يعني المشكل كان غير عند ريتشار ماشي الشركات كاملين، وسمعت بان راه حتى الفوريف راه ما خداماش فيه هاد القناه. المهم كنشكركم على المتابعه. اذا ستار كان خدامه فيه والريتشار ما خداماش فيه، الفوريفر حتى هو قالوا شي ناس اللي جربوه، الدراري اللي جربوه اللي عندهم هذوك الاجهزه ديال الفوريفر قالوا بان راه ما خدامش عندهم. المهم غادي نشوفوا الايب اوديو اللي قلنا بالنسبه لهذا القناه، نقلبوا على الايب اوديو ديالها. اذا غادي نديروا الاوديو، نديرو الايبوديو هنا. اذا غادي نشوفو بين يخلق ويخلق الخطورة اكثر على دفاعات فريق الزمالك. طبعا اذا الفيديو راه كان في بين سبور واحد كما كتشوفوا. اذا الا درنا 4 ثواني ها هو راه توقفت الصوره كما كتشوفوا، عاد دارت هاد الخدمات. دابا الماتش راه تقاد ما كاينش الفرق، ها هو الضربه حره غادي يعني يضربها الحارس المرمى. بالنسبه راكم عارفين الاخوان القوانين، ما نقدرش نصور لكم. كنشكركم على هذا الجهاز الصراحه، راه بالنسبه للتحديث الاخير صراحه صلح كل المشاكل وخدام مزيان، والقنوات كاملين خدامين فيكسيين. كنشكركم على المتابعه والسلام عليكم، وكنتمنى من شركه يعني ريتشار بالنسبه للفيزيون اللي عندهم وسامسات يجددوا يعني شي تحديث او يطلقوا لهاد القنوات كاملين اللي الناس كيتسناوهم. راه الناس خلصوا رزقهم، راه زعما راه كاين الناس اللي داو السلعه وفكوا الشركات بزاف،
ولكن اللي في كل الشركات الصراحة هضرات بهم، وكنشكركم بزاف عاوتاني. إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله.